نعم هكذا كانت يعني فكرة تبلورت هكذا في ذهننا، فأردنا من خلالها أن نقدم الحمى، لأن عرفنا أن هذا المحورين الأساسيين لهذا العمل الفني الضخم لم نقدمه من قبل، فكان تحدي بأتم معنى الكلمة رغم الإمكانات القليلة، ولكن الإرادة كانت قوية والعزيمة أيضا. فتحية كبيرة لكل الذين شاركونا في هذا العرض الفني الضخم هنا بدار أوبرا الجزائر، واللي قلت بأن العرض يشمل محورين أساسيين هما اللي ركزنا عليهم كل العمل اللي تبنى اليوم، هما أولا تاريخ نشيدنا الوطني القسم، واللي هنا يعني قد عزم الشعب الجزائري واللي عزف بلحن الرشاش يعني حتى ينال استقلاله بالدم، وخاصة أن الله يرحم الشهداء اللي قدموا وكتبوا بدمائهم الطاهرات الزكيات اليوم، وخلينا تشوف شاب يبكي وهو يستمع إلى النشيد الوطني. مسؤولية كبيرة لأنه لا في كان خاصة في وقت ضيق لتسيير الإبداعات كل من الأوركسترا والكورال والبالي والممثلين ودمج هذا كل هذه المجموعة يعني الفنية في فكرة المخرج اللي ترتكز على أولا على تقديم العرض عرض حي غير مسجل صوتيا ومع الممثلين وفي نظرة نظرة إخراجية التي اعتمدت فيها على الفضاء الخالية للنو، يعني ما فيش يعني ديكورات ما كان حتى ديكور، يعني اعتمدت على الممثلين والكورال والبالي وهذاك الكم من الممثلين والمشاركين، هذه هي الصور اللي بغيت نحطها يعني. عاش الجمهور لحظات جد مؤثرة أبدع في تقديمها مجموعة من الوجوه الفنية، أين تم تجسيد عديد الشخصيات التاريخية على غرار شاعر الثورة مفدي زكريا، الفنان الشهيد علي معاشي، محمد الباجي وغيرهم. قتن هذا العمل هو تحدي، يعني يعتبر تحدي بالنسبة لأوبرا الجزائر كإدارة أو لينا احنا كفنانين، لأنه صعب جدا على الممثل المسرحي أنه يعمل مع الموسيقى، والحمد لله يعني من خلال التجاوب تاع الجمهور أننا كنا موفقين في هذا العمل، وكذلك التحدي اللي رفعته أوبرا الجزائر نجحت فيه، وهذا بفضل يعني إرادة الفنانين كاملين لي دونسور تاع الكورال، حنا كممثلين، الأطفال الصغار اللي شاركوا معنا. هذا العمل الضخم حقيقة هو إعادة إحياء صور اللي غطرست المستعمر الفرنسي واللا إنسانياته، يعني اللا إنسانياته. مهم جدا مثل هذه الأعمال التاريخية على غرار تمن الحرية لتكون بمثابة أرشيف تاريخي عن تاريخ الجزائر نتناقلها جيل عن جيل.